هذا لقاء ينتظر أن يكون مثيراً أيضاً. فبعد أن شاهدنا فوز جيمي سلوكا وأكيرا مايدا وكيتو سانتانا، وشاهدنا فوز بطلي العالم الجديدين ديك مورداك وإيدي أدونيس، نشاهد هذا اللقاء بين موندك سبوت ونيل مسخرة أو المصارع صاحب الألف قناع. موندك سبوت يرفع المقنع ويرميه عاليا، والمقنع يلجأ إلى نفس الحركة. المقنع مصارع فنان، وهو ذا يؤدي عرضا رائعا لفنه وحركاته، وهذا العرض يثير الجماهير فتصفق له، مما يثير خصمه موندك سبوت. موندك سبوت لا نعرف من أين، فهو يتكتم من هذه الناحية. كل ما نعرفه عنه أن وزنه يبلغ 130 كيلوغرام. أما المقنع أو صاحب الألف قناع كما يسمى ميل مسكرة، فهو من مكسيكو سيتي بالمكسيك، ويزن 107 كيلوغرام. الموندك سبوت مصارع شديد البأس، قوي، لا يعبأ كثيرا بقوانين المصارعة الحرة العالمية، بعكس ميل مسكرة المصارع القوي خفيف الحركة الذي يلتزم بالقوانين ويحافظ عليها إلى أن يبدأ خصمه بتجاوزه. لقطة رائعة أخرى لميل مسكرة، نلاحظ أنه كثيرا ما يستخدم قدميه في إسقاط خصمه إلى الأرض، رغم أن خصمه يزن 130 كيلوغرام. على الحبال ابتعد ميل مسكرة بطلب من الحكم، واغتنم موندك الفرصة ليهاجمه. وعلى الحبال نشاهد الفرق، ابتعد ميل مسكرة وحاول موندك إسقاط أن يستفيد من اللقطة، ولكنه لم يتمكن. نفس اللقطة تعاد المرة الثانية، الحكم ينذر موندك سبوت وينفي أن يكون قد خالف القانون. هجوم رائع من المقنع، وموندك سبوت أصبح مطروحا أرضا، ينهض متثاقلا، مرة أخرى يرميه أرضا، يحمله عاليا وينقض به على الأرض. واحد، لم تكتمل المحاولة، ليس بتلك السهولة يستطيع المصارع أن يثبت كتفي موندك سبوت، فهو مصارع شديد البأس، يعرف كيف يوجه ضرباته الممنوعة وكيف يؤذي خصمه وكيف يواصل هجومه. المرة الأولى لم تنفع، المرة الثانية أسقطه أرضا، وسلسلة أو سيل من اللكمات يوجهها المقنع إلى موندك سبوت، وينقض عليه ويرمي أرضا، محاولة التثبيت. واحد، اثنين،
أفسد عليه المحاولة قبل العد الثاني بقليل. المقنع يتسلق حبال الحلبة لينقض على مونباك سكوت. الانقضاض بقوة وعنف، محاولة تثبيت، 1-2-3 نجحت المحاولة وفاز المقنع على